تفرد جناحها السلام مكتوب عليه حكم القدر تفرد جناحها السلام وتوصف موت السفر زي نجمة في قلب الظلام وهديت قيامة البحر وهديت مجال انتظرتك كثير يا عرقلة. تعال ما تقرب ولا خطوة. صاحبك الرئيس يا عرقلة. انتوا عاوزين تهزوني. قلت لك ارجع مني. الرئيس ارجع. عرقلة. عرقلة اقف. اقف يا عرقلة. عرقلة. انا محتاج لك يا عرقلة. يما. عمو قال بصلح لي عجلتي. عمو دمنه. عمو مع عمو صلح اللوري. اسمه شنو عمي ما تقولي شن عرفني بوي يا ولدي ما بعرفه بمشي بزاله انت عارف أيوة حاج. اهم حاجة النظافة والزيوت لا كلام صح يا حاج بالمناسبة جات من المشاريع اخبار سارة جدا حتعجبك خالص خير يا حاج خير بشيرنا قالوا ابو قرين صلح نص اجر اشتري والموسم داخل علينا لكن الحمد لله سد لنا فرقه وحسه حنقدر نشتغل كويس والله كويس يا حاج كويس ماله خير بس تعرف في حاجه محيراني الزول ده كلامه بسيط دائما صامت دائما بلاحظ لها القم هويت كده الزول ده غميس في راسه في حاجات وفي بلاوي والله يا حاج اصلك فتحت الموضوع يعني انا صراحة كده يا حاج أنا شاكي في أمره كده الزول ده كده وراه سر أمره كده غريب جدا تصرفاته مريبة جدا يا حاج رايته الله يكضي بشينا يلا بينا يلا كان قدامي على بعد خطوتين مني جرى فات
وقت وما قدرت الحقه. لكن انت متاكد هي هو ارقله يا ريس؟ ارقله كمان بغباني؟ ما هو ذاته. بس انا غلطت غلطه كبيره. ليه يا ريس؟ خاف مني. انا كنت اخليه يطمئن لي، ما امشي عليه. هرقل شكله بقى غريب، منطط عيونه، مضطرب، شكله ما طبيعي. وقال لك حاجة يا ريس؟ كان بكورك وقول انتوا ناويين علي؟ انا ما سويت شيء. انا ما اعرف بقصد شنو. حاجة تحير. عرقلة قامي هضرب. لازم اسكت. بس طريقه بوين؟ وكيف؟ تعرف يا ربيع؟ زولك حيجي يستلمنا. زولي منو؟ تقصد ابو جرين؟ هو في غير يعني؟ ما خلاص صلح الدقاقات والترترات، احتمال بكره يجينا ناطي بيه جاي. تعرف يا بشارة، انا بديت افكر. الزول ده ما هين ورامي لي بعيد. تقصد شنو؟ تتذكر الزول ده لما جانا اول مره في الخلا؟ بتذكر شكله كان كيف؟ عيل ليه وسبيقة كيف؟ الزول ده ماشي بخطه عديل كده ونحن قاعدين نتفرج، مش كده؟ لا وحاتك انت، انا اتفرج. خليه برطع وياخد جكته، لكن لك علي اما اجيب لك خبره ما ابقى انا ربيع. السلام عليكم. اهلا ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. حرمني يا حاج. الله يسلمك جمعا. وهاج الله يحفظك. ام الهاج كيفك؟ ان شاء الله كويس. ابقى على العن قريب. كيف الهاج؟ تمام الله يسلمك. ان شاء الله منصورين. ايوه والله شغل الرجال عمل. لا ابو قرين والله الواجب تمام ما شاء الله. ابو قرين ما زول يعتمد عليه. الحمد لله. الله يبارك فيك. ده ما نصر من رب العالمين. الله يبارك. نعمه من نعم الله. الله يساعدكم والله. ابو حميد. احمد تعال جاي يا ولدي، كيف حالك؟ ازيك يا بطل؟ ما شاء الله. كيف انت؟ انت امك ابو قرين تسلم وهاج ما تقول سلام عليك؟ سلم عليه وهاج يا ولد. كيف الحال؟ خلاص يا احمد. ما شغل يا ولدي، شغل كثير. خلاص جدك ده ما تعبني تعب. احمد الناس دي جايين جعانين، مش كلموا امك تجهز لنا الغد عشان ناكل. يلا اجر بسرعك. يلا يا جماعه على بركه الله. دقيقه، عايز تخمن يا استاذ؟ وين الخطوه الثانيه؟ خطوه شنو ما عارف. فاهم انا قصدي شنو؟ الخطوبه. متى هاي اللي تسكت؟ عايزين نهجي نهيص نفرح. يلا قوم بلا تقرا في جريدتك، اعمل لك همه. اهلي يا عادل في رايهم قالوا نعمل عريس. انت رايك شنو؟ رايي احسن نعمل عريس. طوال عايز تشرب بكيني يا مجرمه، مش كده؟ شربك ليها بط. الله يا هدى. لا 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 المشنقة لا لا المشنقة لا لا مشنقة لا 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 لا. أبو قرين قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش يا أبو قرين؟ حلم مزعج جدا يا وهاج، حلم بطال يا اخي. يا جماعه الدور نايم تنضم؟ والله قصه عجيب. انا تعبان تعبان يا وهاج، تعبان شديد. لا الظاهر انت قلبك ده في حاجات كثير والله. انا وهاج مصايب، مصايب كثيره جدا. انا بموت وبحيا في اليوم الواحد مرات ومرات. ما عارف نهايته وين، ما عارف حد وين، ما عارف يا عالم، ما عارف. يا ناس هاي، انا قلبي ينساق. انا ناس مالك؟
الان بنساقن على دمار السارحه والمتراوحه. سبع انياق. في شنو؟ سبع انياق شالوهي. انسرقن منك من وين يا خراب انت؟ في دونك المربعه. لا اله الا الله. هل وداكم بهناك شنو؟ ما قلنا لكم اخذتوا الحته دي؟ مشينا بهناك قلنا نعدي الخور، لموا فينا كهوشونا هناك. شنو؟ انسرقنا يا حاج، انسرقنا. كم كم؟ سبع انياق. لا حول. نعمل شنو؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. سرقنا يا جماعه، سرقنا نياق، سرقنا نياق يا ابو قرين. الهمباتة؟ ايوه الهمباتة. اسمع يا ابو شارع. ايوه يا حاج اسمع. ايوه شوف انت وربيع ده معاك كويس، تمشوا ليه وسع الله في كراديز هناك كويس، قول له رسلنا لكم ودى العافيان كويس، كلموه بالحصل وهو برجع البهايم ديل ونحن بنعمل اللي علينا. يا حاج يا حاج مش ساقول الناس البهايم ديل؟ نعم. نحصل النجيبين ونجي راجعين. تحصل من وين؟ وين شنو محسن؟ ها؟ ديل همباتا. وشنو يعني؟ همباتا، عارف همباتا يعني شنو؟ عارف جدا. يسوقوا حقك عديل كذا وخلوه. وانا امشي اجيب حقي عديل كذا واجي راجع. كدي انت شنو؟ انت؟ امشي انا ذا. انت؟ اي والله انت مش كان تشرب ما تروى. يا اخي بالله عليك الله تقعد زيك انت، انا بمشي عليك ما الله يجيب لك. ربيع صلي على النبي اسكت. ربيع بشارة. ايوه يا حاج. عليك النبي انت وربيع امشوا جهزوا نفسكم للسفر. امشوا. خلاص يا حاج. يلا يا ربيع يلا. امشي امشي يا حاج. والله يا حاج كمان الناس ديل حقك يروح. امشي معاهم انت امشي. يا حاج ما تسمع كلامنا يا حاج. اسمعني اسمعني يا ابو قرين، انت ما زول جايين جديد ما فاهم حاجه في البلد دي، نوريك اللي بيحصل شنو. شنو يا حاج؟ نحن يا ابو قرين في البلد دي لما تسرق مننا بهايم ابل وكدي سرقوا الهمباتا ما بنمشي نكوسن، ان مشينا كوسناهن ما بنلين فيهن يا ابو قرين، يا كتلوه يا نحن ذاتنا انقتلنا، عشان كده بنمشي للشيخ عديل شيخ الحراميه اللي بتنسرق من منطقتهم ما برجعها الا شيخ المنطقه ذاته. هاي لكن يا حاج ما كده بيسرقوكم طوال وتبقى شغله ويحقروا بيكم كمان. نعم نسوي شنو يا اخي؟ تمشوا تلاقون يا حاج راجل يقابل راجل تقرضون ده الكلام كدي. يا اخي هاي نقابلهم كدي ساكت، ده الناس مسلحين. مسلحين شنو يا حاج؟ نحن ذاتنا ما نسلح ونا مش نقابلهم. ابو قرين أه؟ انت النظام حق البلد ده ما اظنك تعرف. نظام شنو يا جماعه؟ ده الناس قالوا يحققون. اول الهمباته تسوق أه؟ والشيخ انت أه؟ تمشي تقابل القروش تدفع البهايم حقك يرجع. لك ده النظام انت ما تعرف، اول مره تشوف. اي ما انا غايت النظام ده ما بعرفه عليك، ما انا شال حقك تم تجيب حقك منه. ابو قرين كذا عينك عينك. ابو قرين نعم كذا تعال معي. سمع وهات عزبوك نخليه يسوي لنا شاي. تعال سمع. الله يا سيده يا بنتي، الحرامية دي الغلبنا معاه ونحيل عديل كدي بس ما يدفعوا لهم يومي. يا سيدة يا بنتي ما يدفعوا لهم كيفي؟ ما يدفعوا لهم بهاي مبوك ما بتروح عديل كدي يومي. الطريقة دي أصلها ما حتقيف طالما في دفع، بعدين الناس لازم تتكاتف ويقيفوا يد واحدة عشان يرجعوا حقهم براهم. يعني قصدك يا سيدة الناس عينهم في الموت يمشي يخشوا فوق، ولا رأيك شنو يا بنتي؟ يومي في الحياة شن فايدتها لو بقى فيها الزول جبان وخواف؟ الله يعلم كلام المرحوم زنقته نفس النضقة. الله يرحمه ويغفر ليهم، كان راجل ما برضى الحقارة ولو كان عايش ده كله ما كان حصل. مرحب أبابكم. عليكم السلام أباب. مرحب. سعد الله. مرحب. كيف حالك؟ أباب بشار. أباب ربيع. كيف حالكم؟ تمام. مرحب بشار. الحمد لله. كيف حالكم؟ كيف حالك؟ تفضل. الحمد لله. كيف حالكم؟ هاك بشار. ربيع. اقعد يا ربيع اقعد اقعد. كيف حالكم؟ الحمد لله. كيف أنت؟ الله بخير الحمد لله وعافية. العقاب كله خير؟ كويسين والحمد لله. عوج ما في. خير إن شاء الله. الحمد لله. الزول اللي معاكم ده من وين؟ ده شغال مع ود الحفيان. اها ده الكلام اللي ما بينفع معانا. امشوا امشوا محلجيت. سعد الله كده اسمعنا يا اخي. انتوا عارفين النظام. زول غريب ما يدخل بينات. توكلوا. ما حج ود الحفيان ذاته قال. الحفيان خرف؟ ما عارف الحكاية؟ جو. بعدين انت حاج ود الحفيان ده ما عنده عندك خاطر؟ خلاص يا صاحبي انا ببعد وبعيد. امشي يا خمس امشي بعيد ساقف بعيد يا ناس.
اسمعوا دي فوتت عليكم، لكن تاني كان حصلت لا بيني لا بينكم، بعدين كنت تكوسوها غادي. نحن ذاتنا ما كنا دارين يبارينا الا هو اللي حصل، تاني ما يجي معانا كلكم. الرايح لكم شنو؟ 7 نياق. نياق معاه انفحل؟ لا لا ما معاه انفحل. يا خساره، كان معاه انفحل كان بيرجعن. باقي الفحل بحري نياب المشي، ان ضربوه ما بيتحرك، لكن في النهايه بيرجع والنياق بترجع معه. الا النياق برايم من ساقر. هسه النظام كيف يعني؟ يا ربيع ما تعرف النظام؟ النظام ما زي كل مره، الا في الاول نعرف ساقر من وين. والله من جهه دونك المربع، مش كده؟ دونك المربع. اي دونك المربع. متاكدين؟ اي ما هو الراعي ذاته، الراعي كان معاه. يا خرابين تعال يا جنى تعال. النياق ينساقم من وين؟ من الدونك بتاع المربع. متأكد؟ ما يبقى ينساقم من شرابة ولا من كيلو 9 ولا من الغدنبلية؟ لا لا متأكد من دونك المربع. امشي. لا خلاص. اها قلت شنو؟ خلاص ادوني فرصة ليوم باكر. نمشي نكوسي. ان في ريزبكم بيتلقن. خلاص. هاي. نحن باكر زي المواعيد دي بنكون معاك هنا. سامح. لا 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 شوفوا بقى، عايزين تخمونا ما في اي طريقه، نحن عايزين حفله يعني حفله. ريبول قال نعمل خطوبه يعني من غير يوبا مختصر على الاهل بعدين العقد. لا لا يا ماما، العقد كله بحاجاته وبهيسته وبحفلته، بعدين احنا عايزين نفرح بيكم وانتوا هينين يعني. وشوفي بقى الزول بيعرس مره واحده، يعني لازم الفرحه تكون حاجه كده. امبارح انا جيت ماشيه بمحل مجوهرات فيه حاجات تجنن عادل كده. طب اشتري حاجاتك منه. بعدين اقول لك حاجه، في ناس هنا زوجهم يا لطيف اوعك تعتمدي عليهم. عندك زمن؟ يعني ليه؟ لانه المحل قريب من بيجي، نمشي ونجي. نمشي طوال. عن اذنك يا استاذ ما حنتاخر. مرحب مرحب حباب. اهلا يا ربيع. عبد الله حبابك. السلام عليكم. مرحب. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. كيف الحال؟ مرحب. تمام شارع. الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيك. بهايمكم يتلقن جمعا. ايوه والله ما قصرت، والله ما قصرت يا سعد الله. خير خيرك. الزول السرقين اي لقيناه، رسلنا له وجاره وتفاهمنا معه، لكن والله بيني وبينكم طلبوا المره دي قاسي بالحيل. كيف يعني؟ قال داير كم يعني؟ 250,000. ما كثيرات. لا يا سعد الله، هي من ناحيه كثيره. هاي هنعمل شنو؟ اها دي 250 حقنا. وين 50,000؟ ما بتجامل. تفضل. هذه الخمسين يا سيدي. كتر خيركم. لا خلاص هاسمعوا كلامي ده كويس. ايوه. من دريبكم ده تمشوا عليه خرب طويره، تلقوا بهايمكم في رجاكم، سوقوهم وتوكلوا. لا خلاص ده كلام زين. اه وضعناكم والله. سلام عليكم يا ولد. اي طوالي عليه خرب طويره. ها طيب سلام عليكم. خلاص وضعناكم والله. الله معك. اها الى إيه عيط الله. انت يا الحاج دحين جماعتك زي ما تعطلوا بيرجعوا الحاجه. سعد الله ما بقصر معهم لانه مستفيد زي المنشار، طالع ياكل نازل ياكل، يشيل من ديل ويشيل من ديل.
والله زي ما قال المثل، رزق المساكين على المجانين. راقد في ركوبته وانت تدفع 100 والغيرك يدفع 200، زول قادر عليه ما في 200 بس. ده قالوا في ضربات كبيرة بيشيلوا قريب 3 مليون 4 مليون. ده لاغف لاغف ما معقول. الله لا بارك له، الله لا كسبه. جد جد ناس بشارة جو، ناس بشارة جو. مرحب. اهلا يا حاج. اها الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حاج. ان شاء الله كويسين. الله يسلمك. ان شاء الله جمعته. لا جمعنا واستلمنا وكله تمام التمام يا حاج. بس هي القروش كثيرة والله يا حاج. ما مهم، كرامة وسلامة. شال 250 للجماعة و50 ألف له هو. كرامة وسلامة يا زول، المهم البهايم تامة. لا لقيناهم يا حاج زي ما قالوا. لقيناهم منتظراتنا هناك في خورة بطويرة. أيوة تامات. تامات وسلمات. سلمنا للراي من الحق رفاقتك طوالي هناك في البطانة. كلام جميل جدا جدا. ده أحسن حاجة عملتوها. أنا كنت خايف ترجعوا لي هنا تاني. لا رجعهم كيف يا حاج؟ كدار حكوم لقم لقمة. يلا يا أخوي اسمع، مش الإبل ديل أنا برجعين، بس اللي ادوني سلاح أبو قرين. أي الكلام حقك ده تجيب كلام تاني. كلام شنو يا أخي؟ مش الهنباتة ديل؟ الهنباتة ديل يا أوهاج ما بقيفوا. بعدين والسعد الله ده أكبر هنباتي، ده عايز يخم القروش كلها يا أخي. أول الطريقة هنا حق البلد أنت ما تعرف، الهنباتة تسوق البهايم وتطلب القروش وسيد الحق تدفع البهايم حقه وترجع. يا اخي الطريقة دي تقيف؟ مين يوقف؟ انا ده اوقف. الله يحلي لك يا عسل. الله ما اسحرك يا خال، انت مبارح كنت نجمة الحفلة يا خال. انا كنت اضيع الشباب كله. اسكت 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 يا عادل، انت خالتك دي ما شفتها زمان. والله بنوت زمن دايلك كلهم ما كانوا بقيفوا معاي، ما بقي في وقفتي ولا مرقص ورقصتي. إلا كمان كل أول وله آخر يا ولدي. لكن ده كله أنا سويته عشان شنو؟ ما عشانك أنت يا ولدي، عشان أنت عزيز وغالي علي يا ولدي. طول عمرك إن شاء الله يخليك لك. ما شفتها، ما شفتها أهل العروس كيف؟ انباطوا وقعدوا يعانوا، بدأت من وين؟ والله خايف من الدوق عينه لحالي. لكن والله كانت حفلة ظريفة ومختصرة، والله كلنا فرحنا من قلوبنا. الله يديم الافراح عليك يا ولدي ان شاء الله باذن الله. لكن اجي 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 ما تقول لي ما تقول لي. والعجب امها يا عادل، امها صغيره وجاهله. صغيره ايوه. لكن والله والله ناسبتها يا عادل، ناسبتها نسب تمام والله. بس اوعك تدعط العرس طوالي قريب ان شاء الله، بس شويه الواحد ياخذ نفسه ويخش على كده. هاي لكن يا عادل يا ولدي، والله الخطوبه دي وشل سويته دور بزخ ده يا ولدي ما كان له لازم، كان تعقد طوالي كدي. هاي والله لا قوم لا قاعده. قريب ان شاء الله. الله يديم الافراح عليك يا ولدي ان شاء الله. يفك كربة خالك يا ولدي، وتاني نتلم كلنا سوا من جديد باذن الله يا خال. والله يا عاد الحمد لله، طبعا حاجاتنا كلها ماشي كويس. ايوه الحمد لله رب العالمين. انت عارف التراكتر ده؟ نعم. يعني ما خدم كثير والله، لكن تعرف الميكانيكيه اللي بنجيبهم دول كلهم ما عارفين الشغل. ما هو كمان مش الميكانيكيه بس يا حاج، الاستعمال ذاته والسواقه بيركب في التراكتر ده. والله الكرعين ما واحد ما كثير. واحد ما واحد صحيح. أيوة والله ما واحد. أيوة. ابدا. أيوة. ده الموضوع كله يعني. ايوه بارك الله فيك. الله يخليك تسلم يا حاج. لكن شفت كيف؟ انا افتكر انه نحن يعني لازم نجيب الاسبيرات دي من الخرطوم. طيب رسلوا جيبوها بسرعة يا حاج عشان نشتغل، لأنه خلاص يعني حياتنا كلها انتهت. نرسل ليه؟ تمشي انت ده؟ انا امشي انا يا حاج. انا انت ما في حاجات انت كلفتني بموضوع. اسمعني اسمعني. نعم اسمعني ابو قرين. نعم تمشي انت تجيبها يا حاج. انا ما تكلمت معك وقلت لك انا ما عندي اهل يا حاج. يا اخي كيف الخرطوم ده الله يرضى عليك. رسل اي واحد وهاج ده خليه يمشي ريحني انا. بكرة الصباح بدري تمشي الخرطوم، يعني تمشي الخرطوم. وهم لا اعتراض في حكمك يا رب. We'll be right back.
طارت منك سفرة للخرطوم يا بشارة. كان طلعت لك منها بالميت كده ب 300,000. 300,000 شنو يا اخي؟ تتذكر اخر سفرة مشينا فيها الخرطوم سوا؟ ايوه. كسبوا ده يا اخي، قطع رزقنا. شايف عمك بقينا نمشي كتحوت. لقى المال السايب ده ويخون دقاصة هكتا. ان شاء الله ما ينفع. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حاج، تسلم. ما جيت علي امبارح بالليل؟ الحقيقة انا وصلت متأخر شوية، وبعدين قلت انت بتكون نمت يا حاج. نومين يا اخي. انا امبارح من يعني شعرت كده زي بحمى خفيفة كده. سلامتك. ما نمت الا بعد الساعة واحدة. اجر وعافية. الله يبارك فيك. الله يخليك. الله يسلمك. دي حاجة الفواتير. وده باقي القروش. باقي القروش؟ نعم. انت يا اخوي في حاجات ما لقيتها ولا لا شو؟ لا 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 ابدا، كله تمام التمام، كل الازبرات بتاعتنا لقيناها ومجيها تماما والاصليه كمان. يا سلام. نعم. بالله ده لقيته؟ ايوه. يا سلام يا اخي، لقيته عندك؟ والله تعرف المسمار بتاع الشياله ده تعبني تعب عليك. والله النبي العظيم ما لقيته يا اخي. انا في بوست ده ما لقيته. عليك النبي. والله دي حاجه صعبه خلاص. الله يكثر خيرك. الله يخليك. الله يبارك الله فيك. أها بعد كده تعرف بابورنا بإذن الله مدور مدور. لا إن شاء الله. بإذن الله. ما في أي عوجة والله. إن شاء الله. والله يكتر خيرك يا أخي. خدمتنا والله. الله يخليك. إن شاء الله نخدمك وإنت عريس. ما له بشارة يا سيدة يا بنتي. ما حبيب وما قريب. ما له بشارة يا بنتي، غلت ولا يفلت. وأهله يا إما ناسا عديلين، تاكلي وتقوش يدك في طرفهم. لا بغلتوا عليك. لا بزعلوك. وبشارة زاد يا سيدة مرقي النصيحة الله بيسألك، 10 سنة يخدم في أبوك لا كل لا ملة. بالله الذي يا سيدة يا بنتي، أبوك كان ولد له ولد من ظهره ما يخدم الخدمة الخدمة لبشارة. يا أمي لا بشارة ولا غيره، أنا ما دايرة عرس. الكلام اللي قلته في بشارة كله صحيح، وصحيح بشارة ما عنده عوية، لكن ما حصل خطر على بالي ولا فكرت إن أكون له زوجة في يوم من الأيام. مالك ما بتفكري؟ مالك يا سيدة يا بنتي، ما تعبت معاك؟ ريحينا الله يريحك يا سيدة. يا أمي لو سمحتي ممكن نخلي السيرة دي؟ هيا نزام هاتي منسين، أنا ما حلفت تاني الموضوع ده ما أتكلم فيها. لكن طالما الحاجة الكبيرة في صفك ما بتجيك عوجة. الزمن بيفوت والأيام بتجري يا ربيع. هاي لكن انت كمان ما سعيدة شوية. أعمل شنو يعني؟ ما قلت لك شوف لك سكة خش على الشافع يا أسوي ليه وشو؟ قدر ما حاولت معاه ما نفع. جبت ليه شرائط فيديو لعب بتاع أطفال، فسحت ركبت الحصان كله ما نفع. ما قلت لك ما عندك سكة إلا الشافع بس. أنا زاد يا رجال هاي، يا رجال هاي. مالك يا صاحبي؟ قلبي لساقن يا ناس. لساقن؟ قلبي الود الحفيان ساقن. الهنبات هجم وشاروا قلبي الود الحفيان. مسلحين شالين بنادق شن قدرنا عليهم. الكلام ده كان وين يا اخي؟ بعد ما فتنا غابت المردوف. فيش نوم الان ما في عوج. قلبي لحاج. قلبي قلبي انساقن. كل حين 10 10 10 انساقن. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا. نحن الهمبات ده نعمل معهم شنو يا اخوان؟ لا اله الا الله. في شنو الهمبات ساقوا 10 من القلب بتاعتي. معقول يا جماعه نحن نقعد لبتين في العالم يا حاج؟ نعمل شنو كده ورينا؟ والله ما في حل غير نقبل عليه وسعد الله. لا حاج وسعد الله لو غيره. لا اها بس شفت يا حاج الهمبات هذول تحدونا نمش نقابلهم عينك عينك. هل لكن ده كلام ده يا حاج انت ما بتعرفها يا اخي. يا هاي كلام ابو قريم ما تودر، كلام ابو قريم ما تودر. الهمبات ده هجر عديل كده يا هاج. انت كمان جديد في المنطقه يا حاج. يا أيوة. حاج ده سورينا نعمل شنو يا زول؟ شوف لك القروش بس تكفونا شر وخليه يرجع. يا حاج اسمع كلامي، وفر قروشك وجيب لي البندقيه والباقي على الله وعلى. كلام كلام برا من راسه. سامح جه شاهيننا خلينا نمشي. انا جاهز العربيه يا حاج. اسمع كلامي مش اتكل على الله جيب لنا السلاح. والله يتباري ديل تروح فيها شبار في مرقه. ايه مو تعال شوف بنسوي شنو هنا. بتعرف ده منو؟ عارفون همباطة. عارفون ها عربي. ما ناس زينا كذي عربي. انت ابو قرين ما تعرف؟ لا ما بيعرف حاجه ده. اي عارف له شنو؟ امسك يا راس يا حاج. اي امسك ربيع دي القروش جدا. تمشي لي وسط عبد الله جدا. وانت اي السلاح بالكلام. ايوه الله اكبر.